هذا ربي، هبات ربانية ونفحات إيمانية، بشرح ممتع لأسماء الله الحسنى مع الشيخ خالد الخليوي الوارث. ومن أسماء ربنا سبحانه وتعالى اسمه الوارث، وهو الباقي بعد فناء الخلق، وجميع الأشياء ترجع إليه بعد فناء أهلها، وكل ما في أيدينا هو أمانة ستعود يوما إلى مالكها عز وجل. ورد هذا الاسم في القرآن 3 مرات، إحداها في قوله تعالى في سورة الحجر: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، وكذلك قوله تعالى: وكنا نحن الوارثين. وأمام هذا الاسم الجليل أقول: أولا، كم لله تعالى من العظمة، فالخلق كلهم إلى فناء ويبقى الله تعالى، فسبحانه ما أجله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثانيا، يجب الحذر من التعلق بالدنيا، فكلها فانية وإلى زوال، ولا يبقى إلا الإيمان بالله والعمل الصالح، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. كل هذا من أجل الفوز بجنات النعيم التي قال الله عز وجل عنها: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ثالثا وأخيرا، يجب الوثوق بوعد الله تعالى لعباده المؤمنين: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا ربي.